السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخميس 10/8/1439 من الجزء الجميل. لو تجي المدرجات ليمينك أعرف أنك بالرب خلاص وصلت الجبل. لما تحياتي لكم طبعا غدا جمعتنا أهل الحارة الجمعة الخامسة، وهي محاكاة لماضي قديم، ونتمنى حارة الطائفة الأخرى يمشي معنا في نفس الاتجاه لنحيي طائفنا كما يجب بمحبة وصدق وجيرة. وكل قصائد كتبت على الحارة تسقط على الحارة وتسقط على الطائف ككل، وتسقط على الحجاز وعلى الوطن. كل حارة لها صورة، وإحنا الصور بروارة. استاذنا وشاعرنا الانسان يوسف. واحبه محمد طلق العصيمي واحمد عوده ابراهيم فقيه واخرين. كيف حالك حموده؟ كيف حالك؟ طيب الله يرضى عليك. السلام عليكم. كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ طيب الله يرضى عليك يسلمك. ايش اخبارك؟ نفسي جيت ما اليوم دخلت ما دخلت مكان في الطائف على طول عليكم. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. ايش؟ نقل الطائف الثانيه اللي هناك، بس البدايه كانت هنا، بعدين قاعد هنا. حموده اعطيني واحده اغنيه كده. اي حاجه كده، طب اي شيء اي شيء يا حموده. لازم تتبغلل علي حمود. عاوز ايه؟ عاوز جنيه؟ جنيه واحد، جنيه واحد ولا اثنين؟ جنيه واحد. ابشر حاضر. وماله؟ يا سلام سلم، يا سلام سلم على اللي يلعبوا بومنا واخر حلاوه. مين فاز؟ ابراهيم فقيه ولا احمد عوده؟ ابراهيم فقيه ولا احمد عوده؟ يا ابوي عتقيه ما عاد احد يلعب بومنا. ايوه سكافه وغلبوه. لا يغلبوه. نعم نعم. لا احد يغش ابدا. لا تتاخروا بكره ان شاء الله. احمد عوده الله يحييك. اهدا بعطيك انا قليل. عاد انتم نص سنين ما شاء الله دائما اذكياء. ما يحتاج. الله يكرمك. اذكى ناس بالعالم. الله يكرمك. بارك الله فيكم. لا تتاخروا بكره. ولا يهمك ان شاء الله. ان شاء الله. ماجد لا تاخرهم. تكفير. لا تتأخر بكرة. بدري. الله يعطيك العافية. جمعنا الجميل بمحبة وطيب يعيد ذكريات. ذكريات مضت تربينا عليها في صيبانة. حواري الطائف وزينهم وتجمعهم. اليوم تجمعنا الخامس لأهالي وأبناء حارة أسفل. وكلنا محبة وود لجميع حارات الطائف، لجميع أهل الطائف، لجميع أبناء الوطن. هذا تجمعنا الخامس في هذا المكان الجميل في استراحة الدكتور ناصر. أحد أبناء حارة الكرام ناصر إبراهيم الحارثي في هذا المكان الجميل اللي موجود في لعبنا مزمار العصر على خفيف برواقة بحاجة خفيفة، ويبدأ بعدين الانبعاء ويبدأ الطرب. الحين دكتور رويد كنا جايين من برح السوق كذا من هنا وجايين مطاوع وصالح مطاوع. الدحام متلي عماسة عن عماسة. اي والله كنا اي شيء له علاقة بالفضة خان بن معمر. ايه كتين هنا البشكة. أول شيء هذه البشكة اللي قدام هي البشكة الحركة. أيه؟ وكان فيها عبد الله محمد وكان يحرزني أنا. أيه؟ لما نجي يقول يا رويد اليوم تعال ربيع أسمع يقول اليوم أمك ما 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 عجنت هذا العجين. وإحنا نفجت وقال ما تبغى الأول
اشتقت اليك فعلمني ان لا والله كنت ساكن فيه انت يتربى فيه الان شوف ايش سويت فيه حجيك الاسكندراني الكرام الاخوان جميعا هم من اوفى الاسر الفنية على مستوى الطائف على مستوى الحجاز على مستوى الوطن وفاء وكبيرهم في الفن حسن الاسكندراني الاستاذ حسن الاسكندراني والحسين واللي قانونجي واللي يعني نتعب نقوله اوفى ناس اي صغيرة ولا كبيرة في الطائف تلقاهم يجوا يطلقوا كل شيء حتى لو كلمتهم ماديه تركوا اشياء يعني ذكرونا فيه طارق عبد الحكيم عبد الله محمد طلال مداح يعني في النهايه هم خرجوا من الطائف من منبع الفن فلا يمكن يتركوا اي مناسبه ووضعهم دائما للفنانين في زياراتهم في مرضهم مو بس فنانين حتى الاخرين الله يعطيكم العافية شرفتونا شرفتوا على عبد الصبر شرفتوا الطائف ويبارك فيكم يا رب كلمة حق والله ليس مجاملة أحرارت أسفل عشتم كراما عشتم كراما حارت أسفل إنكم سامح من إجابينا سامح من إجابينا I'm
سامح من يجابينا سامح من يجابينا سامح من يجابينا سامح من يجابينا